مساء الخير. اليوم حبيت أتكلم عن عطر، أجدد عطر نزل على الساحة العطرية. عفوا، وهو عطر غوتشي فلورا جاردينيا أودو بارفيوم، جورجيس جاردينيا أودو بارفيوم. العطر عطر نسائي بحت، عطر تم إطلاقه بمناسبة مرور 100 عام على وجود غوتشي على ساحة الأزياء والجلديات والعطور. تم إصدار هذا العطر، وكان الوجه الإعلاني لهذا العطر المغنية وكاتبة الأغاني مايلي سايرس لتكون هي الواجهة الإعلانية لهالعطر. العطر تم اختياره من قبل الأنفين العطريين ألبرتو موراليس هونوريل بلانك، هم اللي قاموا باختيار هذا العطر، نوتات هذا العطر. العطر مثل ما قلت يتكون نوتات العطر الجاردينيا، الجازمن، الكمثرى، يعني تحسون فيه شوي حلاوة من الشوكولاتة السمرة، وفي الباتشولي الهندي جدا جميل. هذه مكونات جميعها لو تجمعها جدا رائعة. فالعطر مثل ما قلت أنثوي بحت لفصل الصيف لهالوقت تقريبا. العطر قوي، ثباته عالي، فوحانه جدا عالي. العطر جدا راقي على النفرش، بس راقي وحلو. أتمنى تجربونه و تستانسون عليه، لأن العطر عطر الفرح، عطر الانتعاش يعتبر. شكراً.